السلام عليكم ورحمة الله. نوجه تحية لجميع المواطنين داخل المغرب وخارج المغرب. حنا أنا توفيق محمد، أنا تمارس عليا الظلم، عندي رخصة باركين وتمارس عليا الظلم من دون ماين الباركينات، وعبد القايد جا عبد القايد قاعد دار لي الخريطة الأولى وعاود جالينا تاني خادم من عندنا الفلوس، حقنا عليه شي تقريبا شي 80,000 على الشيخ على الوسيط ديالو الشيخ. والسيد اللي عطينا الفلوس بحالنا بحاله توا غارديان توا دار باركين هذاك باركين بحالنا بحاله ما رقب لينا حنا هو خلاه. وده السيد كاين كاع سميع الحراس عندهم هذوك السقيفات وحنا حقار علينا، وانا راجل كبير عندي 72 عام ودفعني على الحائط راسي هو كاع مقوف لي القايد والسلطه ديالو يجروا فيا بغيت بدا يرقب لي جريت ذاك دفعني بغيت نشدو دفعني على الحائط. عندك شي رخصه ديالك من عندي الرخصه، ها الرخصه ديالي 2015، ها هي الرخصه، ها الرخصه، ها ها الخراق، ها الخراق، ها الخراق. شحال ديال الوقت عندي من 2015 ودابا حل السمسار ديالو كيستمسر لي في البيبان وفي ذوك البراكي كيزيد في وسط الديور. قلع عليا حل زنقة بين جوج وثلاثة وعطيها لي هو كيستغللها. أنا ما كنسق عندي الرخصة، وأنا بين جوج وثلاثة عندي في الرخصة ديالو، هو ها هو ما عندوش في الرخصة ديالو كيستغللها. قال عليا على يد القيد. والمهم نطلب من خوتي المغاربة يتوقفوا معنا وكاع الجمعيات، ونطلب من خوتي اتحاديين اشتراكيين يوقفوا معنا يوقفوا معايا انا مولادي عارفوني في سيدي مؤمن. نطلب من خوتي الزعامة لا الصحافة ولا البرناماليين لحقوا الصوت ديالي للبرنامج تيسمعوا جلالة الملك الله ينصره. حتى انا عندي ولدي معاق وحنا عانينا من السكن وعانينا من العيش الكريم توا وعد بها حيث لنا هذا القيد. واليوم هو يستزدنا اليوم صايط ليا المقدم ديالو صايط ليا ورقه قال لك خاصك تيني ليا يقول لك ذاك تجي عدي وطلب مني الصلح. انا ما غاديش نسمح لي حد قال لي حال الكلمه ما قديش نقولها لكم. قال لي حال الكلمه ما تسواش، قال لي فودني ما عمرت نسى ليا تلقى الله سبحانه وتعالى. وان هذا القيد ان حقار حقار ويدير خارق القانون ويعطينا حل لجنه على سيد العامل وتكون فيها الكفاءات ونوروا البيبان والبرارك اللي زايد الخروقات اللي يقول انا ما كنشد الفلوس. قالك انا الفلوس ما لحقتنيش خاص انا من ما لحقتكش علاش ما قلتي هذه ست اشهر وهاد السقيفه كاينه ملي كان هاك الشيخ تمشى الشيخ عاد تقول لي ما عطانيش. قول لنا سيدي ملي كان الشيخ حاضر قلنا لي درنا معاينه عيط على الشيخ وواجهنا احنا وياه فين ما عطاكش. قال لك لا انا ما عنديش الحق هذاك نسيده ما عنديش الحق. واليوم حنا اش طالبين من هذا السيد؟ حنا كنبانوا لي في الصوره حنا في هذا الحي كله كنبانوا لي كلهم هذوك اللي عند غارديانات مرتاحين تلنا حنا معصبنا هذا السيد وعندنا عندي الطنسي وعندي السكر دعيت الله سبحانه وتعالى. نطلب سيدي حقي، نطلب حقي القانوني. انا كان عندي مخلص القانون ديالي كنخلصه بالجماعه، علاش هذا السيد الله يحرمني غارديان يجيب لي يطيح لي هذاك القصير ديالي وذاك الشيء؟ يعني كان احنا على يدك تشاورنا معاك وعطيتينا موافقه، وعلاش دير لنا هذه الحاله؟ اش بغيتي عندنا؟ واش من تمشى الشيخ عاد يقول لك انا ما عطانيش، واش بغيتي نمشي سيد عقلت لي سيدي ما عطاكش سيدي. انا نوصل الرساله ديالي للمسؤولين وزير العدل والناس المسؤولين هذاك الوزير هذاك الوزير الداخليه، ونطلب من خوتي من اليازغي وعبد الواحد الرادي ومن الشقر وكاع اتحاديين ومن ذاك الاستاذ طابيح يوقفوا معايا. انا رانا في محنه، انا هذا السيد عاد تعدى علينا ومحنا دعينا الله سبحانه وتعالى وهو غادي ياخذ فيه الحق. انه ما احتارش انا في عود والدي ولا كبر من بوالي والده ويقول لي الهضره خايبه ودفعني على راسي انا ما كنعش براسي راسي مقوفل عليا. دعيت الله سبحانه وتعالى وجهت الله حيت حقرنا من دون الناس. انا زين الخضره زين اللي بغاو الحوان زايدين دايرين كل شيء. نجيبها سيدي حل الجناد قصر الحقائق للسيد.